Hi everyone, with you Shema Munir. Welcome everyone. Today let's start with Connect 2, Part 2, Unit 3, Lessons 4, 5, 6 and 7. Let's start. هنبتدي مع بعض Lesson 4. I can follow instructions. أنا أقدر أتبع التعليمات. I can follow instructions. Write your name. اكتب اسمك. Write your name. Stand up, please. قف من فضلك. Stand up, please. Sit down, please. اجلس من فضلك. Sit down, please. Draw a picture of yourself. ارسم صورة لنفسك. Draw a picture of yourself. Listen to the CD. نسمع للموسيقى أو اسمع للCD. Listen to the CD. Okay, lesson 5. هنتكلم مع بعض عن الفونيكس الصوتيات. عندي صوت الـ AR والـ SH. Let's start. أول حاجة الـ AR أنا بنطقها R like car. يبقى بنطق الـ AR R زي كلمة car. Okay, الـ SH بنطقها sh sh زي shop. Sh sh shop. Okay, سهلة جدا وبسيطة. Let's move to another part. هنا عندي بقى يا أولاد هنتكلم في lesson 6 عن الجوبس عن الوظائف. تعال نتعرف مع بعض ايه هي الوظائف اللي معايا النهارده. Let's start. اول وظيفه معايا هي gardener. gardener هو المزارع اللي بيهتم دايما بالزرع. gardener. gardener. اوكي. طب احنا عارفين النيرس. نيرس الممرضه. نيرس. نيرس. اوكي. معايا كمان carpenter. carpenter هو النجار اللي دايما بيعمل لنا الكراسي والترابيزات الجميله. carpenter. اوكي. هنيجي مع بعض lesson 7 للشيبس الاشكال الهندسيه. تعال نتعرف مع بعض ونشوف ايه الاشكال الهندسيه اللي معايا النهارده ودي اخر حاجه معايا في اليونت. اوكي. اول شكل هندسي وهو كيوب اللي هو المربع. كيوب. كيوب اللي هو المكعب شكل المكعب. كيوب. اوكي. بيراميد. بيراميد هو الشكل الهرمي. بيراميد. كون. كون. كون زي ما احنا شايفين كده. كون. سيلندر. سيلندر اللي هو الاسطوانه. سيلندر. اوكي. سفير. سفير وهو الشكل القروي مجسم القروي. ده كان اخر جزء معايا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وشير وكمان سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس. Thanks for watching and see you soon. Bye. هنبتدي مع بعض lesson 4. I can follow instructions. أنا أقدر أتبع التعليمات. I can follow instructions. Write your name. اكتب اسمك. Write your name. Stand up, please. قف من فضلك. Stand up, please. Sit down, please. اجلس من فضلك. Sit down, please. Draw a picture of yourself. ارسم صورة لنفسك. Draw a picture of yourself. Listen to the CD. نسمع للموسيقى أو اسمع للCD. Listen to the CD. Okay, lesson 5. هنتكلم مع بعض عن الفونيكس الصوتيات. عندي صوت الـ AR والـ SH. Let's start. أول حاجة الـ AR أنا بنطقها R like car. يبقى بنطق الـ AR R زي كلمة car. Okay, الـ SH بنطقها sh sh زي shop. Sh sh shop. Okay, سهلة جدا وبسيطة. Let's move to another part. هنا عندي بقى يا أولاد هنتكلم في lesson 6 عن الجوبس عن الوظائف. تعال نتعرف مع بعض ايه هي الوظائف اللي معايا النهارده. Let's start. أول وظيفة معايا هي gardener. gardener هو المزارع اللي بيهتم دايما بالزرع. gardener. gardener. Okay. طب احنا عارفين النيرس. نيرس الممرضة. نيرس. نيرس. اوكي.
معايا كمان كاربنتر هو النجار اللي دايما بيعمل لنا الكراسي والترابيزات الجميلة. كاربنتر. اوكي هنيجي مع بعض lesson 7 للشيبس الأشكال الهندسية. تعال نتعرف مع بعض ونشوف ايه الأشكال الهندسية اللي معايا النهاردة، ودي آخر حاجة معايا في اليونت. اوكي أول شكل هندسي وهو كيوب اللي هو المربع، كيوب اللي هو المكعب، شكل المكعب كيوب. اوكي بيراميد هو الشكل الهرمي، بيراميد. كون زي ما احنا شايفين كده كون. سيلندر اللي هو الاسطوانة، سيلندر. اوكي سفير وهو الشكل القروي، مجسم القروي. ده كان اخر جزء معايا النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وشير وكمان سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس. Thanks for watching and see you soon. Bye.